حياكم الله مجددا في يا هلا، ونستكمل معكم اخبار يا هلا في هذه الحلقه. مع عودة الحياة ورفع الحظر، أطلقت صحة المنطقة الشرقية مبادرة لتثقيف الأطفال في المنتزهات والأماكن العامة من أجل التباعد الاجتماعي. نتابع. أطلقت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مبادرة عشان سلامتنا، الموجهة لفئة الأطفال للتوعية من فيروس كورونا بالمراكز التجارية والأماكن العامة لأجل الوقاية والحماية في ظل الظروف الحالية. إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بصحة الشرقية سعت لتحقيق أهداف نشر الوعي الصحي لكافة أفراد المجتمع، تحديدا الفئة السنية هم الأطفال من 3 سنوات إلى 12 سنة في مرحلة من المراحل الانتقالية بعد عودة الحياة الطبيعية. في فترة الحظر كانوا الأطفال مقيدين، الآن حرية الحركة بالتنقل يعني ضمانا لأن نحافظ على صحتهم وسلامتهم. تحركت هذه المبادرة لإيصال رسائل توعوية محددة يعني تحميهم بإذن الله. مرة أطلع فيها من الحجر بعد الحجر، ولازم أعقم يديني، ولما أدخل المصعد لازم أبعد عن الواحد اللي جنبي مترين. هذه الحملة فادتنا كثير كصغار في الأماكن العامة. أنا تعلمت أني ألبس الكمام وأغسل أي مكان أروحه، ألبس الكمام وكل لعبة أعقم يدي. أنا تعلمت ألبس كمام وأغسل يدي وأعقم يدي. إن مثل هذه المبادرات تعزز التثقيف والتوعية لصغار السن وكيفية التعامل خاصة في الأماكن العامة وبعد رفع الحظر الصحي. لبرنامج ياهلا، حسين الحميدان، الدمام. شكرا للزميل حسين الحميدان. أعلنت الهيئة